تكلميني النهارده عن اول تعامل ليكي في السينما المصريه. انا سعيده جدا ان اول ظهور ليا في السينما المصريه يكون مع النجم الكبير كريم عبد العزيز اللي بحبه حب خاص جدا، وكل الناس اللي قريبه مني عارفه كده، فيا رب يكون الفيلم وشه حلو عليا. انا مش عامله حاجه كبيره بس حاسه ان انا بطوله، حاسه ان انا جنبه على البوستر من كتر ما بحبه. تعملي ايه من خلال الفيلم وكلميني عن تعاملك مع كريم عبد العزيز. انا بعمل دور ساره، هو حاجه كوميديه خفيفه. تعامله يعني هو حد محترم جدا وداون تو ايرث ومساعد جدا، فبس يا رب الفيلم يبقى وشه حلو عليا. اتحضري ايه الفتره الجايه؟ في رمضان ان شاء الله عندي مسلسل طالعه فيه في دور بنت بلدي، دور مختلف تماما. ازاي قدرتي تتغلبي على اللهجه التونسيه وبقيتي بتتكلمي مصري احسن مني؟ شفتي لبلب احسن منك.